حبيت يكون اول تصوير لينا في السنه الجديده كل سنه طيبين، مجرد استراحه نفسيه روحيه. والاماكن في بلدنا كتير اللي ممكن ترتاح فيها، لكن من اشهرها واهمها حيث ترقد السيده نفيسه. قبل ما نخش نتكلم عن هذه السيده العظيمه، اوصف لكم بس المكان اللي انا فيه. هنا في الحته دي اسمها درب السباع، فيما هو يعني القديم، لكن استقر فيها جسامين غايه في الاهميه والجمال. تلاقي حتى سموه درب اهل البيت او طريق اهل البيت، لانه بيبدا من مشهد علي زين العابدين. فاكرين رحنا صورنا فيه ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب على طول كده، مفيش هزار. ثم مشهد السيده نفيسه، ثم بقى هنا كده تمشي كده لغايه ما توصل للسيده زينب. الشارع ده اخره السيده زينب، وانت ماشي بقى كنا صورنا فيه شجره الدره لو تفتكروا. في مسجد يقول لك فيه 7 رقيات، منهم رقيه بنت علي بن ابي طالب، وفي سكينه بنت الحسين، وفي عاتكه عمه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يعني حته شارع بقى يعني عيش فيه زي ما انت عايز، طول ما انت ماشي تلاقي فيه حاجات جميله. دنيا فيها حاجات كتير. ايه هو المهم في الحياه؟ ايه هو الزاد؟ هذه السيده أدركت من وهي عندها تقريبا 10-12 سنة إن هذه الحياة كلها بكل الصخب اللي فيها، بكل المفاتن اللي فيها، بكل الجمال اللي فيها، بكل القبح اللي فيها، ما هي إلا زاد للحياة الآخرة. هذه هي عظمة السيدة نفيسة. استرح، أنت في مسجد الراحة النفسية كبيرة. قبل ما نخش نجلس بجوار المكان الذي يرقد فيه جثمان السيدة العظيمة نفيسة، أقول لكم بس حكاية المسجد ده اتبنى إمتى. هي لما توفت، أنتوا عارفين كلكم قصة إن هي اللي بنت، هي اللي حفرت، جاب نفسها يعني مع ناس حفروا لها المقبره بتاعتها وقرات فيها القران، يعني يقال 30 مره 50 مره 120 مره 180 مره، يعني قراته كاملا ختمته يعني اكتر من 100 مره، هذه اقوال. وكانت تقعد فيه تقرا القران وتبكي كثيرا كثيرا كثيرا. انتوا عارفين القصه دي، هنحكيها يعني جوه اكتر يعني بالتفصيل. لكن المسجد ده بقى اتعمل ازاي؟ هي توفت دفنوها في اللحد بتاعها خلاص على كده. جينا بقى ترتيب كالاتي حسب عمنا المقريزي واكتر من مؤرخ، بس طبعا اشهرهم واهمهم عمنا المقريزي. قال ايه بقى؟ عبيد الله ابن السري ده كان ولي مصر في الدوله العباسيه. تعرفين السيده نفيسه جت واتولدت سنه 145 هجري وتوفت في 208 هجري. السري ده كان ولي مصر، عمل حاجة كده زي مقام صغير، ده بدأنا كده. وبعدين بدأت الناس بقى تيجي بقى تعمل تدفن جنب السيدة نفيسة عشان الأرض دي أرض فيها روائح طيبة حلوة. فبدأوا، ما كانش في مقابر هنا في المحيط، المنطقة المحيطة. أول سيدة دفنت السيدة نفيسة، ثم كانت المنطقة فاضية، بدأت الناس بقى اللي يجي يدفن هنا. زمان كانت المسائل مش زي دلوقتي،
ثم جت الدولة الفاطمية في مصر. تعرفين جت كام بقى؟ خلاص خلصنا 358 جوهر الصقلبي او الصقلي وجه والمعز لدين الله والقصص اللي انت عارفينها دي. فكان اول واحد عمل قبة بس هي مش باينة من هنا للسيدة النفيسة، ممكن تكون دي مش موجودة اساسا، ممكن تكون مع الزمن راحت. كان الخليفة المستنصر بالله في الدولة العباسية عمل ده. وبعدين تطور تاني، جه بعديه الخليفة الفاطمي، انتوا عارفين انهم قعدوا 300 سنة. الخليفة الحافظ لدين الله جدد القبة وطور المسجد وبدأ يحط فيه بقى أول حاجة تدوم أكتر، بقى بدأ يحط فيه الرخام، كسى الأشياء دي كلها بالرخام. الناصر بقى محمد بن قلاوون قال إن المشهد النفيسي ده لازم يشرف عليه ماديا وكل حاجة الخلفاء نفسهم. هنا رفع شأن المكان بقى، زي ما أقول لك مثلا حاجة دلوقتي يقول لك إيه، ده تحت رعاية رئيس الجمهورية، ده تحت إشراف رئيس الجمهورية، فياخد كل الأهمية، يعني كل الأهمية من جميع النواحي. فرفعوا فيه من هو مرفوع طبعا عند الناس بشكل فوق ما تتصوره لغاية دلوقتي، لكن رفع قيمته ليه بقى؟ للاهتمام. الخليفة هو المسؤول عن هذا المسجد الكبير. طيب مين بقى أول خليفة عباسي تولى نظارة هذا المسجد؟ هو المعتضد بالله، خليفة المعتضد بالله. بعدين مشيت الأيام وجت الدولة العثمانية، وبعدين جه بقى جت خدة عمل هذا المسجد بقى، مش يعني بالتفصيل بس عمل هذه المزاح، المسجد اللي هو المستقر حاليا. لكن على مدى التاريخ منذ رقدت السيدة نفيسة في مسواها الأخير، والمسجد لا يخرج أبدا عن أنظار العامة والخاصة. يعني خلي بالك في مساجد كتير، وانا وريتكم مثلا عمرو بن العاص مدفون فين، يعني في مساجد كتير اتعملت وبعدين ما اهتموش بيها، طوروها سابوها 500-900 سنة ورجعوا لها تاني. ومش عايز اتكلم اكتر من كده عشان الكلام هيبقى بايخ ودمه تقيل وهيبقى كلام جارح. انما لو تبص لتاريخ المساجد المهمة جدا 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 هتلاقي ان هي في سنين ملهاش حد اتركنت. انما مسجد السيدة نفيسة من يوم ما رقدت السيدة نفيسة والمسجد فيه ايد طول الوقت بتطوره، حتى هذه اللحظة في محبي السيدة نفيسة بيجوا يعملوا حضرة زن يوم الحد. هم عاملين حضرة كده في كل مسجد من مساجد أولياء الله الصالحين وسلالة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بيعملوا حضرات وبتاع، لكن المسجد طول الوقت في ناس بتتحرك فيه. مين بقى السيدة نفيسة؟ انتوا عارفين طبعا بس هنقولها تاني. ومين جوز السيدة نفيسة؟ هنقولها تاني. طبعا المصريين استنجدوا بيها كتير في مواقف إنسانية ومرض وبتاع، وكانت بيقولوا من كرامتها بتشفي، هذه أقوال كتيرة وحكايات كتيرة مش هخش فيها، بس هي لها قصص كتيرة. لكن ليها موقف أحب أحكي لكم إزاي هي قدرت تغير أداء الحاكم في كلمة واحدة. Thank you.